مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة هتكون مهمة جدا جدا في الحقيقة، لأن عندنا أخبار متنوعة على مختلف الأصعدة هنتكلم فيها، محليا أفريقيا تحديدا، وكمان أخبار بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، وبيستعد لمباراة مهمة جدا بكرة في مستهل مشواره في بطولة كأس الرابطة. فتفاصيل كتير جدا هتكون معانا على مدار حلقة السادسة النهاردة، فتابعونا لحظة بلحظة. في البداية في كذا محور عايزين نتكلم فيه، وهي محاور كلها بتتعلق بمنتخبنا الوطني الأول، وده أمر بيهمنا جدا جدا. الشعب المصري كله مختلف انتماءاته، همه الأول والأخير خلال الفترة الحالية هي مصلحة المنتخب الأول لكرة القدم بالتحديد، وخصوصا بعد الأداء الكارثي، هو فعلا كارثي بدون مبالغة، في مباراة الأمس أمام المنتخب النيجيري في أول مباريات المنتخب في البطولة، بطولة الأمم الأفريقية. فبالتالي في حالة من الاستفزاز، حالة من الاستفزاز عند الشعب المصري. يعني أنت وأنت كده ماشي في الشارع، أو أنت بتكلم صحابك قرايبك أي حد قريب منك في التليفون، قابلت حد كلام من ده تتكلم معه عن المنتخب، هيقول لك إيه؟ هيقول لك أنا عندي إحباط، هيقول لك أنا مستفز. أنت مستفز من إيه؟ مش ده منتخب مصر، مش هو ده المنتخب اللي إحنا متعودين عليه، مش هو ده المنتخب اللي إحنا كنا حاطين آمال كبيرة قوي قوي مع الجهاز الفني ده بقيادة مستر كارلوس كيروش إن إحنا نشوف المنظر ده. مش ده اللي كان في خيالنا، مش ده اللي كنا بنفكر فيه، مش هي دي أحلامنا كشعب مصري، كناس بتعشق كرة القدم، كناس بتتنفس كورة. إحنا كمصر هنا الشعب المصري بيتنفس الكورة، الحاجة الترفيهية الأساسية بالنسبة للشعب المصري هي كرة القدم. ما بالك بقى إيه؟ في جماهير مثلا لأندية بتفرح، جماهير الأندية بتزعل، ما بيبقاش الشعب كله زعلان، فما بالك بقى لما المنتخب يخسر فأنت الشعب كله زعلان، الشعب كله حزين. وبالمناسبة هو مش عيب إنك تخسر، مش عيب خالص، يعني هي الكرة كده، أنت ممكن تخسر وممكن تكسب وممكن تتعادل عادي قوي يعني. هو العيب وكل العيب ان احنا نشوف المنتخب بالمنظر ده، هو ده العيب، هي دي الكارثه، هو ده اللي مخلي الناس مستفزه، هو ده اللي مخلي الشعب المصري عنده حاله من حالات الاحباط. خلي بالك انا كلامي، انا بتكلم دلوقتي، انا مش بتكلم اللي هو ايه طالع اخبط في الجهاز الفني واخبط في المنتخب، لا، احنا لسه المشوار ما خلصش، المشوار لسه مكمل، وعندنا امال وعندنا احلام ان ان شاء الله باذن الله الامور تتعدل، باذن الله الامور تتعدل ونشوف المنتخب زي ما احنا بنأمل، ونلاقي المنتخب بيوصل للنهائي، ونلاقي المنتخب بيأدي بشكل كويس. طبعا النتائج اهم، لكن ما يبقاش ولا نتيجه ولا اداء، هو ده الاحباط بعينه. املنا كلها تحس ان امبارح انت تتفرج على 90 دقيقه كده هتقول لي اصل كان في 20 دقيقه احنا حلوين، لا والله ما كناش حلوين برضه، انا ما اعرفش الناس بتقول حلوين على ايه. في لما نزل زيزو ما شاء الله عليه نزل غير الدنيا شويه، لولا الشناوي كمان ما شاء الله عليه كان زمان النتيجه اكبر من كده. لكن مش هو ده منتخب مصر ان احنا نلعب ثلث ساعه، وثلث ساعه مش هو ده الاداء اللي احنا كنا يعني بنتمناه برضه، فاهم؟ ففي حاجات كتير لازم تتصلح، واحنا لما بنتكلم عن منتخب بنتكلم عشان نحاول نساعد في الاصلاح، نحاول نجد حلول عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. احنا دور او ترس في المنظومه، منظومة الرياضة المصرية وكرة القدم بالتحديد، لازم يكون ليك دور فعال. البطولة ما انتهتش، ما خسرتش كل حاجة، عندك أمال كتير جدا، عندك أحلام كتير جدا هتفضل متمسك بيها لحد آخر صفارة، لآخر ماتش، أنت الله أعلم بقى هتوصل لحد فين. بالمنظر ده لو وصلت الدور 16 هتخرج، بالمنظر ده لو فضلت بالطريقة دي. فبالتالي في عيوب كتير قوي 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 عند مستر كارلوس كيروش. انا مش عايز اقطع في الراجل، ومش عايز امسك الراجل اقعد بقى ايه خسر ماتش ها اقعد بقى امسك فيه واكسر فيه واقول الراجل ده مش نافع ولازم يمشي، كمان ده كلام ما ياكلش عيش، مش ده الكلام اللي هو ايه يخليك تحاول تنقد نقد بناء. احنا هنا مدرستنا ان احنا بننقد، لما نيجي ننقد ننقد نقد بناء يساهم يساعد المنتخب في تصحيح الاوضاع يعني. فبالتالي نقاط كتير جدا جدا كانت سلبيه في مباراه امبارح، والواحد والله العظيم يا جماعه، انا امبارح من بعد ما الماتش خلص مستني اي حلقه ليا بقى بفارغ الصبر. بالمناسبه النهارده طالع مكان الزميل العزيز احمد سمير، بتمنى له يا رب الشفاء العاجل، ده برنامجه، فان شاء الله يرجع سريعا لمكانه يعني. فحظي حلو ان انا عندي حلقه النهارده يعني عشان احاول اطلع كل اللي جوايا لحضراتكم ونناقش مع بعض الموضوع يعني. اول حاجه كده الف ب،
هتيجي تقول لي التشكيل وحش، لا التشكيل حلو ما فيهوش اي مشكله، كل العناصر اللي انت ممكن كواحد من الجمهور كنت هتختارها عشان تلعب هي هي اللي هتلعب. المشكله مش في التشكيل، المشكله في التوظيف، توظيف اللعيبه داخل الملعب. هل ده توظيف صحيح؟ لما يبقى عندك احسن لعيب في العالم محمد صلاح، هو احسن لعيب في العالم وهو بيلعب وينج رايت، ها مكسر الدنيا، مقطع الناس في اوروبا، مقطعهم مخليهم مش شايفين، اي واحد بيدخل عليه بيخلص عليه، اهداف ايه ما شاء الله، واداء ايه وفورمه ايه، وحاجه جامده جدا، وتروح جاي بتقول له يا صلاح بص انت الناس كلها شايفاك هنا وينج رايت، لا انا عبقري، تعالى بقى انا احطك مهاجم. الاسكى هو مش عيب تحط صلاح مهاجم، بالمناسبه صلاح في بعض الفترات مع ليفربول كان بيلعب مهاجم، بس في بعض الفترات في الشوط الثاني مش بدايه المباراه. يا سيدي عايز تبتدي ببدايه المباراه ابتدي، بس ما تعملش كارثه اكتر من كده واكبر من كده بانك تجيب واحد نجم مميز ولاعيب كبير زي مصطفى محمد كمهاجم، كمهاجم وتروح ما حطه لي وينج مكان صلاح، هيعمل ايه؟ انت مستني منه ايه؟ انا نفسي ادخل دماغ الراجل ده، الراجل ده هيجنني بصراحه. انت مستني منه ايه؟ هيعمل لك ايه مصطفى محمد ناحيه الوينج؟ طب صلاح اللي قدام ده هيساعده مصطفى محمد اللي ما بيلعب في مكان اول مره يلعب فيه؟ بأنهي منطق وبأنهي عقل؟ بأنهي منطق وبأنهي عقل؟ ازاي؟ اديني عقلك. مفيش أي إسهامات يقدر يساعد بيها، مفيش أي، حتى اللعيبة اللي في الخطوط الخلفية ورا نص الملعب وفي الدفاع حاسين في لخبطة. يعني مصطفى محمد المفروض هنا يبقى صلاح مش مصطفى محمد، طب أنت ما لحقتش، طب بص هقول لكم على حاجة. يعني ممكن في كل الأحوال إيه؟ لا مدرب يكون عنده تكتيك معين عايز يطبقه، عايز يحاول يجرب. لما تيجي تجرب حضرتك جرب في ماتشات وديه، انت ما عملتش ماتشات وديه لاسباب كتير جدا، سوء تنظيم ها وسوء ترتيب للبرنامج بتاعك قبل البطوله. تقريبا احنا المنتخب الوحيد ما عملناش ماتش ودي. هتقول لي بقى اصل ماتش فورد ماتش الاهلي وبيراميدز كان يتلعب ومفروض مش عارف الكلام ده كله ما يدخلش دماغي. يعني كان المفروض الراجل كده يفكر احنا داخلين على بطوله كبيره زي بطوله كاس الامم الافريقيه، المنتخب المصري اسم كبير وعظيم لازم يؤدي فيها بشكل كويس، والشعب المصري بيطمح دايما في البطوله، فانا اجهز نفسي بالشكل المظبوط اللي يليق باسم منتخب مصر. لكن لما تيجي تجرب اعمل كده في الماتشات الوديه. ويا سيدي انت جربت في كاس العرب، هتقول لي اصل صلاح ما كانش موجود في كاس العرب، مصطفى محمد ما كانش موجود. طب جربه في التدريبات، هتقول لي ما هو ممكن يكون جربه في التدريبات قبل الماتش، هم ما اتمرنوش غير مرتين، اتمرنوا مرتين بس، هتقدر تجرب فيهم ها وتاخد قرار زي ده؟ ده انت ريحت دفاع منتخب نيجيريا، ريحته، ده انت بتدي له ماتش تقول له يا منتخب نيجيريا ها يا مدير الفني بتاع منتخب نيجيريا انزل خلص الماتش. فحاجه منتهى الغرابه بصراحه اللي عملها كيروش امبارح، حاجة في منتهى الغرابة. خد بقى النقطة التانية، ودي نقطة يعني هامة جدا جدا. أكرم توفيق اتصاب، ويعني قدر الله ما شاء فعل عرفنا الإصابة، يعني في حزن كبير جدا عند الشعب المصري وعند جمهور النادي الأهلي، جمهور الكرة المصرية بشكل عام يعني. قطع في الرباط الصليبي. ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع يا رب سريعا بإذن الله، وحش من وحوش مصر إن شاء الله يرجع سريعا يعني، وهو شخصية قوية وعنده روح عالية قوي، هيشتغل وهيرجع بسرعة وهيبقى أحسن من الأول، واثقين من كده بنسبة 1000000% بإذن الله أكرم، وألف ألف مليون سلام عليك. بس برضه إديني عقلك. أكرم توفيق لعب، حظه سيء اتصاب في الدقيقة الستة. زي ما أنت بتقول كده، المفروض اللي ينزل مكانه مين؟ ها؟ عمر كمال. مش عمر كمال ده حضراتكم اللي كيروش خده في بطولة الكأس العرب وجربه ولعبه باك رايت وبيلعب في فيوتشر باك رايت مع الكابتن علي ماهر، والراجل حافظ المنطقة دي، يبقى أنت المفروض واخده في القائمة على أساس إيه؟ على أساس إن هو باك رايت. صح؟ صح؟ إذ بقى إيه؟ تفوجئ تلاقي إن هو راح منزل محمد عبد المنعم اللي هو مساك أصلاً في فيوتشر واللي هو جربه في كأس العرب كمساك، ها؟ والراجل تألق وعمل شغل كويس جداً، وتروح ملعبه فين؟ باك رايت. طب ليه؟ إيه الفكرة اللي في كده؟ مصاب يعني مصاب طلع نزل واحد بيجيد في المكان ده مكان حافظه، ما تروحش منزل واحد ايه مدافع اصلا مساك اصلا. طب انت مسافر باكرم توفيق بس ومش حاطط في حساباتك ان عمر كمال باك رايت، او الدليل ان انت ما لعبتوش مكان اكرم. طب مين الباك رايت البديل؟ مفيش. مصر رايحه كاس امم افريقيا من غير باك رايت بديل لاكرم توفيق، بقينا في كارثه، بقينا في كارثه. الحاجه الثانيه احمد فتوح اتصاب ليه؟ لان هو كان مصاب قبل المباراه ها وتحمل على نفسه، المفروض انا كجهاز فني ما جازفش بيه، ادي جازفت بيه وخرج اتصاب تمام، واحتمال يغيب الدور الاول كله، فدي كارثه من ضمن الكوارث في الحقيقه. يعني غير انك مسافر ب 26 لاعب وبقى الفلسفه ملهاش لازمه، اصل هاخد الاثنين التانيين، اديك محتاج الاثنين التانيين.
اللائحه بتقول لك خد 28 لاعب، انت بتاخد 25 في الاول، بعدين بقوا 26 بعد الاصابات والكلام، القصه اللي حصلت دي. طب ليه؟ ايه لازمته؟ ايه يعني ايه الفكره في كده؟ انت خسران ايه؟ فدي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي تحرق الدم، حاجات تحرق الدم وتستفز الشعب المصري. الراجل ده انا بشوف بصراحه ان هو مش بيحترم عقليه الجمهور المصري، وان هو متكبر على الكره المصريه. لا يا مستر كيروش، لا بعد اذنك، انت ليك كل الدعم وهيفضل ليك كل الدعم للنهايه، ليك كل الدعم، مفيش حد يقدر يقول غير كده، تمام؟ لكن انت مش اكبر من الكره المصريه، مش اكبر من الرياضه المصريه، احنا تاريخنا اكبر منك بكتير. ها احنا في مدربين مصريين، كابتن حسن شحاته ده، ها ربنا يديه الصحه، الراجل واخد 3 كاس امم ورا بعض. انت مرنت مانشستر يونايتد كمدرب مساعد للسير أليكس فيرجسون مش اكتر. ها رحت ريال مدريد قعدت ايه 6 شهور ولا سنه، خدت السوبر الاسباني ومشوك، حاجه تحسب لك، ماسك فرقتين كبار جدا في العالم، او واحد كمساعد واحد كمدير فني، بس مالكش القاب كبيره، مالكش نجاحات كبيره. خلينا نتكلم بموضوعيه، اسم كبير بالمناسبه، مدير فني مميز، انا ما بقولش كلام غير كده، بس لما هتيجي تتكبر على الكره المصريه لا، كل واحد يعرف بقى حجمه. احنا تاريخنا كبير، الشعب المصري بيفهم في الكوره، بيحب يتذوق حلاوه الكوره، لكن اللي هو بيعمله ده حاجه غريبه جدا جدا. زيد بقى على كده ايه، النهارده الواحد فوجئ بتصريح للحاج فرج عامر اللي هو عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. قال لك ايه؟ قال لك في شرط جزائي في عقد كروش سنه ونص. اللي هو عقد كروش كام بقى يا جماعه؟ حضراتكم فكروني يا جماعه، اللي هو 2 مليون يعني سنه ونص، هو عقده في الشهر 130 الف دولار. حلو، يعني سنه ونص ب 2 مليون و تمام، يورو كمان مش دولار، طيب يعني سنه ونص هيبقوا ب 2 مليون و 340 الف يورو. مش هتكلم في الموضوع ده، ها ده مع ان ده شرط جزائي كارثي، يعني اللي عمل كده لازم يتحاسب بصراحه، لكن مش وقته، مش هتكلم فيه دلوقتي، خلينا ورا منتخبنا وخلينا ايه مركزين مع منتخبنا. ايه المطلوب مع من مستر كروش، السيد كروش، تمام، ان هو يعالج الامور ويلعب كل واحد في مكانه، مش عايزين اكتر من كده، وتشوف ازاي هتحل موضوع الباك او الظهير الايمن والظهير الايسر اللي وقعوا منك، تمام. في حلول كتير جدا مهم. سريعا عشان قبل ما اطلع الفاصل، في كذا نقطه، النقطه الخاصه بمعلق مباراه الامس، يعني انا يا جماعه كواحد اسمي امير هشام، انا بروح ادفع فلوس زي اي واحد من الشعب المصري، ها مع القناه اللي واخده المباريات حصريه والبطوله حصريه عشان استمتع، باخدها عشان استمتع، بدفع الفلوس دي عشان اتفرج على المباريات واستمتع بماتش مصر واستمتع بالمعلق. سيبك بقى المعلق، رغم ان الاغلبيه العظمى في مصر بمختلف انتماءاتهم يعني شايفين ان هو حاجه صعبه جدا، وانا ما اتعودتش ان اعلق على اي حد من زمايلي، سيبك من دي، بس انا برضو يا جماعه بعد اذنكم، القناه يعني لحضراتكم واخدين المباريات حصري، انا بعد اذنكم عايز معلومات صح، مش عايز اكتر من كده، يعني حتى لو انتم مصممين على المعلق ده اوكي مفيش مشكله، بس عايز معلومات صح. ما يجيش يقول لك ايه اصل بكاري جسامه ده، ها اللي حكم مباراه الخمسه بتاعت سان داونز والاهلي، وهو فاكر ان هو كده بيقصف جبهات جمهور النادي الاهلي. لا، جمهور النادي الاهلي صريح جدا مع نفسه، ويخسر خمسه بيقول انا خسرت خمسه، ومن ساعتها الاهلي بياخد افريقيا، من ساعتها اي بطوله في افريقيا جوه القاره هنا الاهلي بياخدها، ماشي، وتطلع في الاخر ان هو مش هو بكاري جسام. راجع معلومات الف ب يا جماعه، احتراف مهني الف ب. انا قبل ما ادخل الحلقه هنا بقعد احضر كويس جدا عشان ما يطلع قدام حضراتكم اقول معلومه صح، مش عشان اطلع اقول اي كلام ومعلومات غلط، لان المفروض انا لما بسمع المعلق انتفع من المعلق، مع كامل الاحترام والتقدير للجميع انتفع منه، مش هاخد اسمع معلومات خاطئه جدا ومعلومات مش صح. يعني بكاري جسامه حكم مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه الاياب اللي كانت في القاهره او كانت في اسكندريه في استاد برج العرب تحديدا، وكسبناها 1-0. ليه ما قلتش ان بكاري جسامه ده برضو اللي حكم مباراه الاهلي واورلاندو بايرتس في 2013 لما خدنا بطوله كاس الامم الافريقيه، او عفوا بطوله دوري ابطال افريقيا لما كسبنا 2-0 في المقاولين العرب، ما هو ده كان الحكم برضو. فحاجه غريبه، احنا عايزين معلق يوحد الانتماء حوالين المنتخب حوالين اسم مصر، مش معلق يبقى حاطط في دماغه الاهلي والزمالك وانا عايز اضايق ده وازعل ده وكلام من ده، ده كلام ما ينفعش. فهو طلب صغير للقناه الايه المختصه اللي واخده المباريات حصري، بخلاف طبعا الكوارث التحكيميه اللي بتحصل في البطوله، للاسف البطوله حتى الان مش ناجحه، لكن كل الكلام ده هنناقشه. مباراه تونس ومالي اللي عليها مشاكل كتير، ففيها مشاكل كتير جدا هنناقشها مع ضيوفنا النهارده في حلقه اليوم. انا هروح لفاصل سريع، وبالمناسبه احنا كده اتكلمنا على جزء بسيط من اخطاء كيروش، يعني اللي ان شاء الله نتمنى له ان هو يعالج اخطائه دي ويصححها ويفهم قيمه تيشيرت منتخب مصر، مش عايزين اكتر من كده، ويحط كل لعيب في مكانه، والله مش فلسفه، الكوره سهله جدا 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 يعني. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي طبعا بيستعد، وانا هتكلم على الاهلي بشكل مفصل وبشكل سريع في نفس الوقت، لان الحديث كله على بطوله الامم الافريقيه وطبعا منتخبنا الوطني الاول. لكن النادي الاهلي ايضا عنده مباراه مهمه جدا في مستهل مشواره في بطوله كاس الرابطه الاولى من نوعها هنا في مصر. نتمنى للاهلي كل التوفيق فيها. بيواصل الفريق تدريباته النهارده، بيختتم هذه التدريبات من خلال استعدادات مهمه جدا لمباراه الغد اللي هتكون الساعه 2:30 ظهرا امام فريق الجونه. ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للاهلي. لكن خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا بشكل اكبر على اخر استعدادات الفريق لمباراه بكره. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. في البدايه بص، يعني عايز اكلمك او اسالك على اكرم توفيق وكيف استقبل الفريق الاول لكره القدم، جهاز فني، مسؤولين، لاعبين، هذه الاصابه الكبيره لاكرم توفيق اللي بنتمنى له يا رب كل الشفاء. يعني خلينا اقول لك يا امير، حاله من الحزن الشديد بتخيم على يعني استاد مختار التتش، سواء الجهاز الفني، الجهاز الطبي، اللاعبين، الجميع في غايه الحزن طبعا بعد علمهم باصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي يعني اذا بنتكلم كده امير اللي مش عارف هقول ايه، وحاله من الحزن سواء على المستر بيتسو موسيماني، كابتن سيد، كابتن سامي قمصان، ايضا ميشيل يانكو مدرب حراس، واضح مدى التاثر الشديد ايضا لميشيل، اللاعبين، امر صعب جدا. دكتور احمد ابو عبله برضو امير عشان نقرب الجمهور اكتر ونوضح كافه الامور الخاصه. انت طبعا امير سبق ليك التواجد في مدينه جار والكاميرونيه وعارف يعني حجم الضعف وقله الامكانيات المتوفره هناك في الكاميرون. الامور اللي جت او الاشاعه اللي تم اجراها، طبعا كل الامور اللي تم يعني اثارتها بالامس كانت مجرد اجتهادات طبقا للتشخيص المبدئي، لكن النهارده بالفعل تم عمل اشاعه الرنين طبعا خارج مدينه جروه لاكرم توفيق. من الاشاعه اللي جت يا امير تم ثبوت اصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي الامامي. يعني كان كلامي مع الدكتور احمد ابو عبله، طبعا جوده الاشاعه هناك يا امير مش بالصوره المطلوبه، يعني اللي ظاهر بس من الاشاعه تقدر يعني هو الامر التشخيص من الاشاعه قطع في الرباط الصليبي الامامي. لكن دكتور احمد ابو عبله طبعا عايز يطمن على الغضاريف، على الاربطه ايضا، انت عارف مكان الرباط الصليبي هل بيبقى معاه غضروف هلالي، الامور هذه الامور الطبيه عايز يطمن عليها الدكتور احمد ابو عبله. لذلك النادي الاهلي بيسعى يعني خلال هذه الساعات لانهاء كافه الاجراءات ويعني اتصالات مع افراد الجهاز الطبي والمسؤولين للبعثه المصريه مع المنتخب المصري لعوده اكرم توفيق ان شاء الله، اللي هيكون ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم هيكون موجود لاجراء مزيد من الفحوصات والاطمئنان اكتر. لكن النادي الاهلي برضو امير يعني مع يعني ارسال الاشاعه اللي كانت جات للنادي الاهلي النهارده في تمام الساعه الثانيه ظهرا، بدا اجراءات الاهلي بيمشي في اجراءاته الحاليه طبعا الاجراءات الخاصه باجراء العمليه لاكرم توفيق اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله، العمليه الجراحيه بالظبط لاكرم توفيق، نتمنى له السلامه، واحد من اللعيبه الرجاله وان شاء الله يرجع اقوى من الاول باذن الله يا امير باذن الله. طيب فاروق عايز اطمن بقى على الفرقه واستعداداتها للماتش بكره، وهل القائمه خرجت ولا لا بشكل سريع؟ يعني منذ يعني دقائق يا امير كان مستر بيتسو موسيماني انهى المران الاخير لفريق النادي الاهلي. المران النهارده تقدر تقول تواجد اكثر من 12 او 13 لاعب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بين 2003 و2002 و2001، مجموعه من اللاعبين. قائمه النادي الاهلي خلال يعني لحظات هيتم اعلان القائمه، حتى الان لم تعلن القائمه، لكن اقدر اكد لك يا امير ان القائمه هتشهد وجود مجموعه كبيره جدا من الناشئين سواء في التشكيل الاساسي او على مقاعد البدلاء. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين الناشئين وطالبهم باستغلال الفرصه، وقال مباراه كاس الرابطه هدي فرصه كبيره جدا للاعبين الناشئين. عندنا مجموعه من اللعيبه الناشئين اعتقد امير بنسبه كبيره جدا هنشوفهم، سواء محمد مغربي، سواء محمد اشرف، احمد اشرف، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، محمد ياسر، محمد احمد شرقيه لاعب ايضا مواليد 2003، مصطفى مخلوف، مجموعه من اللعيبه اللي هتبقى موجوده بنسبه كبيره جدا يعني مع خروج القائمه. لكن انا باكد لك هيكونوا موجودين في قائمه الفريق، الى جانب طبعا وجود وليد سليمان، صلاح محسن، حسام حسن، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمد محمود، مجموعه اللاعبين الكبار اللي طبعا اللي كانوا موجودين النهارده في المران الرئيسي. بالامس طبعا دكتور احمد ابو عبله كان تم اجراء المسح للاعبين،
اطمن من خلالها على احمد نبيل كوكا واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر اللي يعني خلاص سلبيه المسح بالنسبه للاعبين، لكن مستر بيتسو موسيماني فضل ان هو يريح اللاعبين. ايضا مدي راحه طبعا لعمار حمدي، لحسين الشحات، لمحمد مجدي قفشه، مجموعه كبيره جدا من العناصر القوام الرئيسي للنادي الاهلي هتكون خارج مباراه الجونه. المباراه هتشهد زي ما قلت لك يا امير العناصر او الاسماء اللي احنا يعني ذكرناها في منذ دقائق هيبقوا موجودين معاهم مجموعه من الناشئين. مستر بيتسو موسيماني طبعا في اضيق الحدود بيشتغل مع المجموعه، اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه وتكون بدايه ان شاء الله في كاس الرابطه، وطالب اللاعبين الناشئين باستغلال الفرصه باذن الله يا امير. ان شاء الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عليه كل تفصيل تتعلق باستعدادات الاهلي النهائيه لمباراه الغد امام الجونه في بطوله كاس الرابطه. كل التوفيق للنادي الاهلي. خليني اعرض لحضراتكم صوره حصريه لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي المعار لهاتاي سبور التركي، واللي انهى منذ قليل كل الاجراءات الخاصه بانضمامه لصفوف هذا الفريق لمده 6 أشهر زي ما حضراتكم عارفين، وفريق او مسؤول هذا الفريق يعني قدمه كهربا لوسائل الاعلام التركيه وقام بتوقيع العقود ويعني خد رقم 9. وبالمناسبه هم جايبينه يعني لعيب مهم جدا بالنسبه لهم لان المركز ده الجناح الايسر مركز عندهم فارغ تماما. بمناسبه كهربا يعني بنتمنى له يا رب كل التوفيق. انا عايز اقول لحضراتكم معلومه مهمه جدا جدا، لان كهربا لعيب كبير ولاعب مميز وهيبقى لعيب اكتر من كده وهيكسر الدنيا. بمناسبه القصه بتاعت المعلق سريعا في ايجاز كهربا امبارح خدنا منه معلومه، لان المعلق بتاع مباراه الامس قال كهربا غير ملتزم ومشاكله مع موسيماني وكلام من ده، فخدنا منه معلومه قال يا جماعه والله العظيم المعلق ده بيقعد يبعت لي رسائل وبيقعد يتصل بيا كتير جدا 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 وانا ما بردش عليه عشان كده بيحاول يقطع فيا يعني، فالشيء بالشيء يذكر يعني. نتمنى كل التوفيق لكهربا في كل الاحوال. طيب بالعوده لبطوله الامم الافريقيه والاهتمام اكيد كبير جدا جدا بهذه البطوله على المستوى العالمي مش المستوى الافريقي فقط، خليني اخد عن طريق سكايب طبعا المدير الفني الكبير مستر باولو توريس نجم البرتغال ومنتخب ومدرب منتخب غينيا بيساو الاسبق واللي احنا هنلعبهم يوم السبت القادم، فارحب بيه في البدايه. مستر باولو اهلا بيك منورنا ومشرفنا في شاشه قناه النادي الاهلي. مستر باولو لو سمعني برحب بيك في البدايه ومنورنا على شاشه قناه الاهلي. انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم في هذا اللقاء. اهلا بيك. طيب في البدايه اكيد يعني المتابعه مكثفه لبطوله الامم الافريقيه، بطوله غايه في الاهميه بالنسبه لكل المنتخبات، فعايز اخد تقييمك كيف تقيم المستوى الفني في البطوله حتى الان بعد تقريبا ما انتهى الدور الاول من هذه البطوله يعني في رايك؟ بعد حتى الان بعد الفرق لم تقدم ما هو منتظر منها ونعتبر في بداية البطولة ومن الصعب أن نقيم الفرق أو نقيم البطولة لأننا نعتبر في المراحل الأولى منها ونحن في انتظار أن نشاهد المزيد في المراحل اللاحقة من البطولة وهي واستطيع ان اقول ان هي انها منافسه كبيره من الفرق لانها فرق كلها في مستوى قوي. بالتالي هيكون في صعوبه بالنسبه لحضرتك انك ترشح منتخب للفوز بهذا اللقب مش كده؟ في عادة هناك بعض الفرق التي تكون في المنافسة للفوز بالبطولة لأنها تبلي بلاء حسنا، فأستطيع أن أقول أن هناك بعض الفرق التي لديها المشكلات قد يكون ذلك يصعب ذلك من منافستها.
يجب أن نعرف أن هناك الكثير من العراقيل أمام بعض الفرق في المرحلة الأخيرة، ولكننا على أي حال نتابع وسوف نرى ما ستسفر عنه المراحل اللاحقة من البطولة. تمام. من هذه الفرق ربما تكون منتخب مصر، ربما تكون نيجيريا أو المغرب أيضا من الفرق التي سوف تكون في مراحل المنافسة النهائية. طيب، ده أمر مهم جدا. بالتالي بعد هزيمة منتخبنا منتخب مصر بالأمس أمام المنتخب النيجيري وتعادل منتخب غينيا بيساو مع منتخب السودان في نفس المجموعة، وحضرتك كنت أكيد مدرب سابق لمنتخب غينيا بيساو، بالتالي عايز أخد رأي حضرتك في نقاط القوة والضعف أو أبرز نقاط القوة والضعف في فريق أو منتخب غينيا بيساو اللي ممكن المنتخب المصري يركز عليها في مباراة يوم السبت بإذن الله من وجهة نظرك. أنا كنت مدربا لغينيا بيساو، وربما كنت من أهم من عملوا بشكل فيه استمتاع وإتقان مع منتخب غينيا بيساو. في هذه الفترة كان منتخب غينيا بيساو كان منتخب جيدا، كان يتمتع باللعب الجماعي، فهو فريق متحد في الملعب. ربما لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين المنفردين بمهارات او باوضاع بمهارات معينه، ولكنهم يتمتعوا باللعب الجماعي وبالاتحاد داخل ساحه الملعب. وكثير منهم يلعبون في الدرجة الأولى في الدوري البرتغالي، فهناك العديد منهم يلعبون في الدوري البرتغالي، فهو فريق متحد وقوي، وثمانية من هؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون عندما كنت أتولي المسؤولية كمدرب لمنتخب غينيا بيساو. طيب، في أقيمهم بناء على خبرتي ومعرفتي بهم أثناء تولي لمسؤولية تدريبهم ولمتابعتي لهم في الفترة الأخيرة أيضا، ولكن نستطيع أن نقول أن المنتخب المصري يعتبر منتخب قوي وسوف يكون صعب جدا لمنتخب غينيا بيساو المواجهة أمام المنتخب المصري. فهم يسعون دائما إلى الفوز، ولكن هناك المستوى التقني والفني للاعبين ربما لا يساعدهم أن يكونوا في مستوى الفرق المنافسة على البطولة، خصوصا في هذا اللقاء الذي سوف يكون في السبت القادم. طيب، منتخب مصر للأسف ظهر بأداء سيء في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا أو في أول مبارياته في البطولة، إيه المطلوب من كروش ومن منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو؟ وإيه اللي خلى صلاح بعيد عن مستواه؟ هل توظيفه بشكل خاطئ ولا ليك وجهة نظر أخرى حضرتك؟ بكل صراحة أريد أن أقول أن كارلوس كيروش لدي ثقة كبيرة فيه، فهو مدرب محترف ومدرب كبير وله دائما آراء كثيرا ما تكون خارج آراء السياق العام لمن حوله، ولكنه منظم، هو مدرب منظم
ودائما ما يضع هدف صوب عينيه، وله دائما مهمة يسعى دائما لإنجازها، فهو في الحقيقة مدرب ذو فكر عميق وله آراء، عادة ما يثبت صحتها في نهاية المطاف. وهناك وهو أيضا وهو يعتبر من المدربين المهمين، وأستطيع أن أقول أن في المباراة السابقة إن لم يكن موفقا فأعتقد أنه في المباريات القادمة قد يصل إلى هدفه، وخصوصا أنني لم أشاهد المباراة كاملة، ولكني أستطيع أقول أن من الفترة المدة القليلة التي شاهدتها أستطيع أقول أنه أنا بشكر طبعا مستر باولو توريس على آرائه، طبعا نجم المنتخب البرتغالي السابق ومدرب غينيا بيساو السابق، واتكلم بجزئية مفصلة شوية عن منتخبنا الوطني ومباراة غينيا بيساو القادمة، كان معنا عبر سكايب، بنشكره شكرا جزيلا. خليني سريعا أقول لحضراتكم إن احنا هنروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لي كل من فاروق عصام ونادر شبانة محللي الكرة العالمية، ونتكلم باستفاضة بقى شوية عن منتخبنا وإيه العيوب والمميزات وإيه اللي هيحصل في الماتش الجاي. استنونا بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في حلقه السادسه النهارده، فقرات كتير جدا مهمه بنتكلم فيها عن منتخبنا الوطني، والفقره الاهم في الحقيقه في حلقه النهارده هي الفقره التحليليه للي شفناه امبارح من منتخب مصر قدام نيجيريا، واللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه والمباراتين المتبقيتين للمنتخب في دور المجموعات من بطوله الامم الافريقيه. عشان كده انا معايا اثنين من محللي الكره العالميه، فهم متعودين على ماتشات معينه، على اداء معين، على شكل معين للكوره، يعني بخلاف اللي هم شافوه امبارح في الماتش، فهنتناقش معاهم على اداء منتخبنا المصري بالامس تحديدا. فرحب في البدايه بنادر شبانه محلل الكره العالميه. نادر اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا امير. اهلا بيك. وايضا فاروق عصام محلل الكره العالميه، منورنا ومشرفنا النهارده يا فاروق. اهلا بيك يا امير، انا سعيد ان انا معاك. انا اسعد. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. في البدايه عايز اخد رايكم وتقييمكم لمنتخب مصر امبارح قدام نيجيريا والهزيمه مع الرقفه بهدف مقابل لا شيء. بص، قبل ما نتكلم في حاجه، احنا كنا انا وفاروق قبل ما نطلع هوا بنتكلم في ان كل اسباب الهزيمه، فاروق قال جمله ان قتلت بحثا عن الاسباب، وكلنا متفقين ان الاسباب دي كلها بسبب تاليف واضح، يعني تاليف واضح في طريقه اللعب، في التشكيل، في تمركزات اللعيبة، في تغييرات البدلة اللي نزلوا. مش هنتكلم كتير في 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 الروح والعزيمة والإصرار والجرينتا اللي على المنتخب ما كانتش موجودة امبارح، بس أنا مش هقدر أهاجم لاعب أو أنتقد لاعب، لأن في النهاية النظام نفسه كان غلط. ما كانش فيه نظام اصلا، يعني عشان مش هنقول غلط، او هو ما كانش فيه نظام، احنا ما كناش فاهمين هو الراجل عايز يعمل ايه بالظبط، ايه الفكره اللي عنده، يعني ايه الفكره اللي بيحاول يطبقها في الملعب. يعني خلينا نبتدي مثلا بحته ايه، بحته مصطفى محمد كوينج رايت ومحمد صلاح كمهاجم، بالظبط بتشوفها ازاي؟ دي اللي كنت لسه هتكلم فيها دلوقتي معاك، ان انا اساسا في مصر حاليا في فقر في المهاجمين. حلو. يعني انا ما عنديش في مصر يعني مع احترامي للعيبه اللي بتلعب في مركز تسعه، بس مصطفى محمد ومحمد شريف. ومصطفى محمد راجل بيتالق مع جالاتا سراي، وراس ماله في الحياه ان هو هيدر كويس جوه الصندوق. انا لعبه جناح، يعني انا بتنشأ على مهاجم وبحاول احافظ عليه واحوط عليه، او ملعبه جناح. محمد صلاح احسن لاعب في العالم لانه جناح، او ملعبه مهاجم. وبعدين انا بعتمد على ان محمد صلاح بيخترق العمق والكلام ده مع ليفربول، لان ليفربول اصلا بيعتمد بشكل كبير على الضغط العالي، ان هو بيلعب بالزبط. ان اللعيبه ما بتكونش في اماكنها، الخصم بيحاول يوتر الخصم وبيحاول يبرجلهم بالتحركات دي. لكن انا مش هبدا وانا اصلا بلعب بدفاع، يعني بدفاع ورا الكوره، وهلعب محمد صلاح مهاجم يبقى في قلب المدافعين في الاجسام دي كلها، محمد صلاح مش قادر يتحرك. فانا بصراحه يعني دي النقطه اللي انا اكتر نقطه اللي كلنا اتكلمنا فيها، بجانب طبعا محمود حسن تريزيجيه، ان واحد ما بيلعبش بقاله 8 شهور، هيجي بلعبه في مركز غير مركزه، ما بيلعبش من 2012 تقريبا نص ملعب، من ساعه ماتش الاهلي والزمالك في 2012 لما تصعد في افريقيا. بس تعال نشوف انت نهيت الماتش ازاي، انت نهيته وانت عندك حوالي 5 أو 6 لعيبه ما بتلعبش في مراكزها.
يعني حتى تغييراتك خمس او ست لعيبه ما بتلعبش في مركزها. لا هو الكارثه كمان بخلاف الحته دي وهرجع لك فيها والكلام فيها، بس عايز اروح لفاروق واساله على هل من المنطقي ان انا اكون مسافر بظهير ايمن واحد؟ هتقول لي طب ما هو عمر كمال موجود. طب ما هو طالما موجود عمر كمال وجربه في كاس العرب ولعب كظهير ايمن في كاس العرب، ما لعبوش امبارح ليه؟ معنى انه ما لعبوش انه مش مقتنع بيه، فراح منزل محمد عبد المنعم. اذا في النهايه انت مسافر باكرم توفيق بس ربنا يشفيه بعد اصابه برباط الصليب. هل ده منطقي ولا ده هدفه ايه؟ يعني ايه الهدف من ورا كده؟ خلينا نتكلم ان احنا قلنا ان البطوله العربيه كيروش رايحها في المقام الاول للتجربه وللاستفاده من البطوله العربيه. حد يقدر يقول لي ايه النتائج الاستفاده دي لحد دلوقتي على منتخب مصر في المباراه دي؟ زيرو. اللعيبه اللي تالقت في البطوله انت ما استدعيتهاش، سواء احمد رفعت او حسين فيصل انت ما خدتهمش. بالظبط. الظهير الايمن اللي تالق في البطوله معاك عمر كمال، انت وقت ما احتجته ولازم تدفع بيه ما دفعتش بيه وجربت لعيب في مركز جديد. فالبطوله العربيه اللي فاتت دي كلها ووقفنا الدوري عشانها وعملنا حاجات تحضير وتجهيزات ما استفدتش فيها بحاجه. قصه محمد صلاح اللي كان بيتكلم عليها نادر، هو خرج في تصريح غريب بعد الماتش ممكن ياثر في الكوتشنج بتاعه كمدرب. هو قال انا عايز ابعد محمد صلاح عن الخط. معلش، محمد صلاح اللي انت عايز تبعده عن الخط هو بيلعب طول الموسم. ده تصريح مضحك جدا. هو بيلعب طول الموسم، هو احسن لعيب في العالم على الخط، بيلعب في الحته دي طول في العالم بشكل عام، لكن هو على الخط هي ده راس ماله. بالظبط. هو بيلعب مع ليفربول في نفس المركز ده. لعمرنا شفنا يورجن كلوب قال في ماتش انا محفوظ بلعب بنفس الشكل، هاجي الماتش اللي بعده اغير تمركز صلاح احطه راس حربه. الكلام ده خلاص عارف عليه. حتى انتوا اكيد متابعين طبعا ليفربول بشكل مكثف، يعني يورجن كلوب حتى لما بيلعب صلاح كمهاجم بيلعب له اثنين طرفين يساعدوه، يكون ده مكانهم اصلا. لما شاكيري قبل ما يمشي مثلا كان ممكن ينزل هو مكان محمد صلاح مكان فيرمينو قدام، فيلعب على سرعات محمد صلاح لو مثلا ليفربول كسبانه وبتامن شويه، فيلعب على السرعات كورتو وكانت بتجيب نتيجه. مين افضل واحد يعمل القصه دي بعد ما خرج اكرم توفيق؟ عمر كمال، لان هو عنده النزعه الهجوميه، كان لازم موجود يضغط دايما الجبهه اللي هي كانت مخترقه عندك. ليه؟ لسبب وحيد، لان انت مش حاطط جناح مع الظهير. شفنا محمد عبد المنعم في المباراه بيشاور لمصطفى محمد ارجع معايا دافع، لان انا معايا بيميل عليا مهاجم بضطر ان انا اضم عشان اقفل الهاف سبيس ما بيني وما بين قلب الدفاع، فبيبقى ورايا مساحه كبيره جدا استغلها سيمون. فما كانش موجود جناح، كان لازم تقدم لعيبتك تهاجم من الجبهه دي، لان افضل وسيله ان انت توقف فيها جبهه لازم تهاجم عليها، عشان على الاقل الظهير الباك الشمال بتاع نيجيريا ما كانش يتقدم. ما فاروق، الكارثه الاكبر ايه بقى؟ ان انت شايف ان دي نقطه القوه عند منتخب نيجيريا، اللاعب ده اللي كان بيلعب على اكرم وبعديه على محمد عبد المنعم، بتنزله واحد في مكان مش في مكانه، وكتر خيره بصراحه على محمد المنعم عمل ماتش كبير. دي حقيقة. يعني لما تيجي تقارن ان هو اصلا ده مش مكانه، عمل ماتش كبير بصراحه، ومع ذلك بتنزله واحد ما مش 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 عارف الوظائف بتاعت المكان ده ومش حافظها صم. يعني الهدف من كده ايه برضه؟ يعني انا البديهيات مش لاقيينها يا امير. يعني بديهيات الكوره الف ب كوره بندور عليها من اول الماتش لحد اخره مش عارفين نلاقي. يعني الطبيعي الف ب كوره ان المهاجم بيلعب مهاجم والجناح بيلعب جناح والباك رايت بيلعب باك رايت. انا يعني لما بقول لك احنا فنشنا الماتش بخمسه مش موجودين مش بيلعبوا في غير مراكزهم، دي كارثه. يعني صحيفه ذا صن امبارح كانت بتتكلم على طريقه تشكيل منتخب مصر، قالت لك 5-5-0. مش طبيعي يا جماعه، احنا منتخب مصر اصل انت بتتكلم في سيد اسياد افريقيا. الكلام ده والله ما كلام انشا ولا كلام، الارقام هي اللي بتقول احنا اكتر منتخب واخد البطوله، الفرقتين اللي من مصر اكتر فرقتين واخدين بطوله دوري الابطال. فمش طبيعي ان احنا الناس تتكلم علينا كده، احنا مش منتخب صغير، مش منتخب قليل، مش منتخب فقر تجارب. يعني انا اسف يا فاروق. نادر، بدون مقاطعه كلامك، انت دلوقتي العالم كله بيتفرج عليك بسبب وجود محمد صلاح. العالم كله بيتابع مباراه منتخب، ممكن ما يتابعش البطوله، لكن انا هبقى رايح اشوف المنتخب اللي خد محمد صلاح من ليفربول ده بيلعب ازاي او شكله ايه. بالظبط. فكمل كلام. فهو كان الكلام يعني برضو اللي فاروق بيقوله، ان مثلا النهارده ليفربول ايكو الصحيفه الاقرب لنادي ليفربول كانوا عاملين لايف للماتش، عاملين لايف بس عشان خاطر صلاح، عشان محمد صلاح. عاملين لايف وبيجي كتابه يعني اتكلموا عن الماتش وقالوا ان من ابرز اللعيبه اللي ظهرت كان احمد السيد زيزو وقدم مستوى جيد والكلام ده كله. فده دي حاجه من الحاجات ان انا لما بتفرج على منتخب مصر كل اللي حوالين محمد صلاح بيتنجموا. والشيء بالشيء يذكر، في حاجه عايز اتكلم فيها وهي وجود محمد صلاح مع منتخب مصر. مع كامل الاحترام لمحمد صلاح، وممكن الناس تتريق عليا اللي انا بقوله ده، بس محمد صلاح عبء من غير ما ياخد باله. يعني هو الراجل اكيد صلاح إيه؟ عبء من غير ما ياخد باله، بمعنى عبء على منتخب مصر من غير ما ياخد باله. هو الراجل
طبيعي اي 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 فريق او اي منتخب في الدنيا، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي في البرتغال او في الارجنتين، طبيعي ان كل اللعيبه بتعتمد عليهم هم. بس في حاجه ان انا هو محمد صلاح اكيد نفسه متضايق من حاجه زي دي، ان اللعيبه بتدور عليه انا امبارح يا امير في كورتين في الدقيقه 67 ايمن اشرف كره بتتلعب له على في الباك، صلاح جري وعدى من اثنين اما عملها له ثرو. ايمن اشرف لو عمل الاوفر في اثنين متمركزين صح جوه منطقه الجزاء، هو دور على صلاح ولعبها له لتحت زي كره سيد معاه كده مع محمد شوقي قدام البرازيل. عمل المدافع واخدها وطلعوا بهجمه. بعدها احمد سيد زيزو في كره رايح او حجازي ومحمد صلاح ممسوك من اثنين والناحيه الثانيه الجناح فاتح. لو عملت الكره فوق خلاص انا اديت الجناح ده في مكان فاضي هيقدر ياخد فاول، هيقدر يعمل اوفر. دلوقتي صوره سان وكلامها على الماتش امبارح اتفضل. بس نلعتها برضو لمحمد صلاح فبقيت بالتالي بقى محمد صلاح بيحاول ياخد الكوره وبيحجز بقى كلنا ورا الكوره. دي جزئيه مهمه انت اتكلمت فيها مع تحفظي على كلمه عبء. هو مش بمزاجه والله يا امير، مش يعني بمزاجه حلو. مش محمد بس صلاح. اكبر دليل على ان كلامك صح بخلاف كلمه عبء ان مدرب نيجيريا بعد الماتش قال لك ايه، منتخب مصر بيلعب بطريقه واحده بيدور على صلاح ويلعب له الكوره واحنا مسكنا صلاح فقتلنا منتخب مصر. ده فعلا اللي حصل. دي حقيقة. لكن هو صلاح، ما هو صلاح هو اللي كان موجود مع مصر ايام مستر كوبر تمام، وكانت خطه الناس اللي بتكلم ان هو باصي لصلاح. بس كان في اختلاف بقى في السيستم، كان في ايوه في اختلاف في ديزا صن ويعني كلامها على كيروش امبارح ومباراه مصر ونيجيريا اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. بخصوص السيستم يا امير انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، اللي يمكن الاختلاف اللي موجود مع هيكتور كوبر كان وجود صانع لعب. كارلوس كيروش مدرب واضح ان انا جايب مدرب كبير عشان يقدر يكون عنده المرونه التكتيكيه تمام ان هو يطوع الفرقه على حسب الامكانيات اللي موجوده. هتكلم في النقطه دي بقى بتفاصيل اكتر، وهنتكلم كمان على ايه اللي هيحصل الفتره الجايه او ايه اللي مطلوب من مستر كارلوس كيروش في مباراه غينيا بيساو مباراه السودان. بس هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع نجومنا النهارده. يلا بينا. كنا بنتكلم مع فاروق قبل الفاصل على سيستم لعب كارلوس كيروش وطريقه 4 3 3 وان هو كان حابب يجي يطبقها. يا فاروق وجهه نظرك في الطريقه دي ايه، وهل من المفترض او من الضروري تغيير طريقه اللعب فيما تبقى من مباريات المنتخب الفتره الجايه؟ اكيد خطه او طريقه لعب 4 3 3 هي خطه ناجحه مع مدربين كتير وما نقدرش نشكك في خطه اللعب، لكن احنا نشكك في خطه اللعب هل هي مناسبه لامكانيات الكوره في مصر ولا لا. هل المدارس الكوره في مصر بتتلعب ب 4 3 3؟ مين فرق في الدوري بتلعب 4 3 3؟ هل تقدر تذكر فرق في الدوري بتلعب 4 3 3؟ مفيش. كل الفرق اغلبها بتلعب 4 2 3 1. مستر الاهلي 3 4 3 3 4 3 ودي خطه برضو ممكن الاعتماد عليها في منتخب مصر. انا اقصد ان انت كمدرب كبير ما ينفعش تبقى عندك قالب معين هطوع فيه اللعيبه، احط تريزيجيه لاعب ثالث في نص الملعب. طب ليه عندي عبد الله السعيد، عندي مجدي قفشه، اثنين من افضل صناع اللعب في قاره افريقيا، مش هلعب بصانع لعب فمش هاخد مجدي قفشه واخلي عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء. الظروف اضطرتني في المباراه ان انا الظهير الايمن الوحيد اللي معايا الجاهز اتصاب، ليه ما اقدرش العب بثلاث مدافعين؟ لان انا ما غيرتش كارلوس كيروش طول الماتشات اللي فاتت دي، ما غيرش الخطه، ما غيرش اسلوب اللعب، ما طوعش اللعيبه على اسلوب لعب تاني مختلف. لو احتجته في بطوله الامم في ماتشات زي دي اقدر العب بيه. المباراه كانت بتقول ان انا كان لازم العب بثلاث مدافعين واحط احمد سيد زيزو مكان اكرم توفيق. أيوة. العبه وينج باك. الظروف حكمت عليا كده طبعا. الظروف حكمت ده هيساعدني في محمد صلاح ان هو هيبقى الجناح اللي انت عايزه ان هو موجود دايما للداخل، لان وراه احمد سيد زيزو موجود وينج باك وموجود ثلاث مدافعين بيغطوا لك. ان هو كان ممتاز امبارح بصراحه ما شاء الله عليه، كان ممتاز وتاخر تغييره جدا، اتاخر تغييره جدا. فانا ما عنديش القماشه اللي تخليني العب 4 3 3، لازم اغير. وانا اتمنى في المباريات القادمه للمنتخب هتبقى مغامره، لان انت الماتشات الوديه اللي كانت قبل كده او في بطوله العرب ما جربتش 4 3 3، بس اتمنى ان انت تغير اسلوب اللعب. ما جربتش 3 4 3، ما جربتش غير 4 3 3. فانت لازم حتمي دلوقتي ان انت تغير. اعتقد ان 4 2 3 1 هي انسب طريقه انت تلعب بيها، خصوصا ان الماتشين بتوع غينيا بيساو والسودان يعتبروا في المتناول المفروض، يعني بما اننا بنتكلم عن منتخب مصر على الورق في المتناول. بالمنظر بتاع امبارح ده لا مش في المتناول، لكن على الورق هم ماتشين تقدر تعديهم بسهوله جدا جدا جدا. فبالتالي نادر، انا يعني امبارح انا كنت مضايق بعد الماتش زينا كلنا كنا مضايقين بعد الماتش. فقعدت افكر طب الحل ايه؟ اكرم وقع مننا وفتوح وقع مننا، ها هو مش واخد بديل لاكرم طبعا، حتى لو عمر كمان ما لعبوش. وايمن اشرف بقاله كذا سنه بيلعب مساك وهو بصراحه ممتاز فيها اكتر من باك ليفت. انا بقول لك بصراحه مؤخرا فعلا خلاص ايمن اشرف على المركز ما عندوش السرعات في مركز الظهير الايسر، لكن كمساك ممتاز من افضل المساكين في مصر. حلو، فقلت نلعب 3 4 3 ونحط حمدي
كاقتراح من واحد مصري مشجع مصري، حط حمدي فتحي اللي بيجيد في المركز ده مع موسيماني مع الونش وحجازي، وتحط زيزو يساعد صلاح كظهير ايمن تمام في خطه 3 4 3، وايمن اشرف بواجبات دفاعيه في كظهير ايسر. الكلام اللي بقوله ده ينفع مع توظيف مصطفى محمد صح في مكان دي النقطه، ها ممكن الكلام ده توزع اللعيبه صح في اماكنها، ده رقم واحد. تمام. انك تحط اعمل الف ب وبعد كده بص على باقي الحروف، مش عايز اكتر من كده. حلو، دي حاجه. تاني حاجه، في اللي انت بتقوله امير شبيه شويه لكارلوس كيروش، عمل ده قبل كده مع منتخب كولومبيا. كان عنده في وسط الملعب كان بيلعب بخوان كوادرادو اللي هو باك رايت في يوفنتوس، او كان جناح، كان بيلعب بيه ثالث في وسط الملعب. دي كانت تاليفه بس كانت صح، كانت بتساعده في بعض الاحيان. وكان بيلعب في الهجوم لويس موريل وراديميل فالكاو ومارتينيز اللي كان بتاع نابولي، ثلاثه مهاجمين تسعه. بس كان بيعمل ايه بقى ساعتها؟ علشان كانت في الحاله الهجوميه يبدا يتحرك كوادرادو ويطلع على اليمين يبقى مهاجم رابع، ولما يجي لما يجي كوادرادو في الحته دي ويعمل العرضيه بيبقى في ثلاثه او اثنين متمركزين جوه منطقه الجزاء تسعه بالظبط في الحاله الهجوميه. فبتعمل كثافه عدديه في منطقه بالزبط. الجزاء بالظبط. الله يفتح عليك. انا بقى لما جينا كيروش جه في مصر انا قلت اهم لاعب هيكون في خطته بعد السوليه احمد سيد زيزو. زيزو في الحته دي هيديك كل حاجه، اوفراته تحفه. هو ايه راس مال زيزو؟ الفنتات والسرعه مع الاوفر. احسن لاعب جناح بيعمل اوفر في مصر يعني ومتكون في اوروبا. زيزو اصلا متكون في اوروبا بدنيا ما شاء الله عليه، امبارح كذا كوره بدنيا بيتفوق على لعيبه نيجيريا. لا وعنده سرعه حتى في الكوره في الستارت بتاعه كمان بالظبط. مش لعيب كسول حتى على يعني حتى لو الكوره بعيد عنه زيزو هيحاول يجيب منها حاجه بالظبط. فانا زيزو هو ال 3 4 3 اللي بتتكلم فيها امير دي هيكون اهم لاعب فيها هو زيزو. بمعنى ان لو زيزو لعب تاني في نص الملعب او لعب باك اللي هو يعتبر جناح بمواصفات الباك رايت اللي هو الظهير الوهمي يعني زي ما بيقولوا في 3 4 3 هيأدي فيها 100%. بس انا شخصيا ما اعتقدش ان كيروش هيعمل كده، مش هيعمل كده لان هيكابر مش... هيفضل مكابر ويلعب ب 4 3 3 حتى في ظل الاصابات اللي تعرضنا ليها. مش انا الحقيقه على ما سبق هو ما فيش في ماتش ما كبرش. حتى امبارح لما شفنا التشكيل قلنا نوعا ما منطقي. بس على ارض الملعب الموضوع كان مختلف، يعني اللي على الورق انا وانت وفاروق وغيرنا بنتكلم فيه اي مشجع عادي ما بيعملش اي حاجه غير يتفرج على ماتشات منتخب مصر. الطبيعي جدا على الورق ده المنطقي، لما جه اشوفه في الملعب غلط، التوظيف غلط. مصطفى محمد جناح يمين ومحمد شريف جناح شمال. مصطفى محمد جناح يمين يا فاروق، قلت يمكن اللعب اكبره ان هو يروح بس في اللعبه دي هنا كده اللي هو تبادل مراكز لحد ما الكره تعدي قعد 32 دقيقه تبادل مراكز شوط كامل ده قعد على طول. قلت ايه ده، لا في حاجه غلط. فهل انت متوقع برضو ان كيروش يكابر ولا ممكن يضطر ان هو يغير طريقه اللعب فبالتالي يجد حلول للغيابات اللي تعرضنا ليها، وخصوصا ان هو مسافر برضو بعدد قليل مش عايز يستخدم اللائحه خالص يعني يبدل في اللائحه تعرفش ايه. هل تتوقع ممكن يغير؟ حتى لو غير هل من الصح ان انا اغير طريقه لعب والمنتخب ما لعبش بيها شهور ويمكن اكتر من سنه المنتخب ما لعبش بطريقه لعب مختلفه عن اربعه؟ مش صح. فانا هضطر ان انا اعاند، وهو مدرب احنا شفناه خلاص الكبر ده عنده والعناد واضح، فهو هيضطر يمسك في اسلوب لعبه لان هو شايف ان هو هينجح اسلوب اللعب ده. فهيضطر انا ما عنديش مشكله في 4 3 3 بس فين شخصيه المنتخب المصري؟ بالظبط. انت بقالك فتره طويله جدا لما بتواجه الفرق الكبيره بتسيب لهم الكوره. ايوه. وبتقف في مناطق كل لعيبتك ورا الكوره بتستنى ان انت هجمه مرتده تيجي سريعه سواء بقى صلاح تريزيجيه او اي لاعب. ده مش صح. احنا طول عمرنا كمنتخب مصر بنلعب كوره كويسه كوره الفعل مش رد الفعل بالظبط، بيبقى شكلنا حلو في الملعب. على اي منتخب يا فاروق؟ طبعا على اي منتخب احنا كنا بنعمل الكلام ده؟ وهل قدام غينيا او السودان لما الكره تبقى معاك هل هتلاقي نفسك وهل هتقدر تلعب بقى الكوره الكويسه؟ ما اعتقدش، لان انت خلاص عودت نفسك وعودت اللعيبه ان هم هيبقوا رد فعل في المباريات الكبيره. فانا بلعب راس مال المرتدات. انا متحمس جدا اشوف الماتشين الجايين واشوف تغييرات، لازم لابد من وجود تغييرات خصوصا في اسلوب اللعب. الرزونامة اللي اتغيرت بسبب فيروس كورونا هل اثرت على التخطيط؟ احنا بنحاول نلاقي مبرر يعني. هل أثرت على التخطيط بالنسبة للكرة المصرية واختيار المدرب الصائب اللي يقدر يثبت طريقة لعب معينة اللي يقدر يحاول إن هو ينقل المنتخب في حتة تانية؟ الظرف ده أثر على الخطط المستقبلية لمنتخب مصر ولا مفيش عذر؟ بالنسبة لي شايف إن هو بتصريحاته قال إن بطولة العرب كانت بطولة تجريبية. حلو. فأنا أهو يعني أنت بتتكلم لو إحنا أنت بتقول رزنامة ماتشات ففي ضغط ماتشات، أنت معاك بطولة العرب اعتبرتها أنت بنفسك بلسانك إن هي بطولة تجريبية بمعنى إن هي بطولة ودية فأنت بتجرب فيها اللعيبة. كل اللي جربه في بطولة العرب ما عملش بيه.
يعني كل الحاجات اللي جربها في بطولة العرب اللي احنا خدنا فيها مركز رابع ما عملش بيها في اهم ماتش في امم افريقيا. انت بتلعب نيجيريا اللي هو اهم فريق في المنتخب في المجموعه طبعا. بتاعتك وطبيعي ان اول ماتش انك لازم تكسبه عشان ما تكونش تاني وتخش في حسبه بقى الجزائر والمنتخبات الثقيله دي، ما عملش بيه. فانا لا شايف ان ده يعني العذر ده بصراحه انا مش هقدر اختلقه له. يعني هو في الاول وفي الاخر كل اللي كان الدوري متوقف له من يوم 27 من قبل 27 كمان. فانت معاك رغم كده طلع في تصريحاته قال لك انا ما طلبتش ان الدوري يتوقف من قبلها وطلبت المباراه تتلعب. مفيش عشوائية يعني عشوائية كانت واضحة جدا. دي واضحة اقول لك حاجة يا امير، دي واضحة بسبب ان هو راجل جاي واضح كده انه جاي عشان مباراتين. يعني هو تصريحاته كلها بتقول انا جاي عشان مباراتين. هو قال لك اصل هو بيقول كده عشان يرفع الضغط وما بينه وما بين اللعيبه، لا هو عايز البطوله. لا ده كان بعدين اسلوب قديم جدا كابتن جوهري عامله في 98. هو كل حاجه عنده قديمه، هو واضح ان هو مدرب قديم وواضح ان هو الناس اللي بتتكلم احنا يعني احنا الفتره اللي جايه عايزين يعني مش عايزين نذبح المنتخب لان هو في مباراه اكيد طبعا لسه في مباريات جايه عندنا. نتمنى بقى ان هو بس بص يا فندم دون قطع كلامك احنا لازم نحط كده ايه سبوتات على النقط اللي هي محتاجه تتعدل، نحاول نصحح، نحاول نلفت النظر ليها. يمكن الراجل مش واخد باله. وبعدين دور المساعدين المصريين اللي معاه مهم قوي قوي قوي. هو بيسمع المساعدين؟ ما هو ده بتشوفه بيروح لكابتن ضياء السيد بيتكلم معاه. لا هو مع روزير دي ساده اللي هو المدير اللي هو المدرب بتاع جنوب افريقيا بيتكلم معاه شويه. ولو عايز يعترض على الحكم بيقول لكابتن وائل جمعه الحكم الرابع اتكلم مع الحكم الرابع بس. يعني خلينا لكن الاثنين المساعدين اللي موجودين المصريين ما بشوف لهمش اي تدخل بصراحه، مع انهم اسماء ثقيله. يعني كابتن ضياء السيد اسم ثقيل، كابتن محمد شوقي النقطه دي ان اسمائهم الثقيله دي علشان كده عارفين انا موجوع قد ايه باللي حصل امبارح. لذلك هو كيروش نفسه ما اعتذرش عن اللي حصل امبارح. يعني ما قالش قال يا جماعه انا اسف، انا تعال نقارن بقبلها بساعتين لما الجزائر اتعادلت 0-0 مع سيراليون. جمال بالماضي طلع قال لك ايه؟ اعتذر للشعب الجزائري ورغم ان الجزائر مضيعين حوالي 30 فرصه. حارس سيراليون احسن لك. هو قال لك لا. طلع مين اللي اعتذر؟ كابتن وائل. كابتن وائل بالليل امبارح. فاهم قصدي ايه؟ وقال لك الحكم ما اداناش ضربه جزاء. هي ضربه جزاء صحيح ما فيش مشكله بس مش هي دي المبرر. بس مش كل ما تخسر، ما انت خسرت من تونس وقلت الحكم. الحكم ماله في ماتش تونس يعني. انا عايز اتكلم معاكم بقى على الارقام الخاصه بمباراه امبارح. هروح بس فاصل سريع وكمان هسالكم على اهميه عوده السوليه ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه لانه محور مهم جدا في وسط الملعب. بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل خاصه بمباراه مصر ونيجيريا وازاي نستعد للمباراه المقبله امام غينيا بيساو. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين نتكلم شويه على الاحصائيات الخاصه بمباراه الامس لان الاحصائيات دي اكيد بتديك مؤشرات مهمه قوي، تعرف انت واقف فين وتعرف مستواك اخباره ايه، تعرف اشتغلت تكتيكيا وفنيا صح ولا لا في الملعب. رغم بخلاف ان احنا من غير ما نشوف الاحصائيات احنا عارفين احنا اشتغلنا ازاي للاسف يعني الشديد. فانا هستغل تواجد فاروق ونادر معايا النهارده ونشوف احصائيات مباراه مصر ونيجيريا امبارح. بتشوف الاحصائيات ازاي خصوصا ان هي يعني بتدي مؤشر للاسف سيء جدا جدا على الشغل والترتيب والتحضير ما قبل هذه المباراه كمان. احنا لو جينا بصينا على الارقام هنلاقي ان الفرص اللي اتيحت لمنتخب مصر فرصتين بس. اكيد منهم اللي بتاعت محمد صلاح اللي هي الانفراد اللي كان فيها سوء تصرف، مثلا مصطفى محمد في الشوط الاول شاطها من الشوط اللي كان اللي هي مجهود فردي اساسا. مصطفى محمد عرف يخترق ومجهود شغل فردي اتعمل. مفيش جمله واضحه احنا رحنا من خلالها ان احنا نهدد مرمى نيجيري. من ضمن الحاجات برضو ان احنا عاملين 490 تمريره هم عاملين 389. نسبه التمريرات الصحيحه 402 هم 410. تمام. في التمريرات بتاعتنا دي بقى كلها كانت فين؟ فين بقى؟ هقول لك بقى. هتلاقي ان الشناوي عامل 29 تمريره منهم 26 تمريره صح. يعني الشناوي من افضل اللعيبه اللي في منتخب مصر امبارح مررت اللي هو حارس المرمى. اللي هو حارس المرمى اللي هو الحمد لله لعب في مركزه بس عشان هي دي النقطه ان عشان لعب في مركزه. نيجي بقى نبص مع كامل الاحترام لشخص النني. النني امبارح عامل انا مش متذكر قوي عامل حاجه و70 تمريره. تمام. نسبه تمريراته قد ايه؟ 35 تمريره صح النص. الشناوي فرق 3 تمريرات. لك أن تتخيل أن محمد الشناوي ممرر أكتر من محمد النني بنسبة تمريرات صحيحة. فده خليني برضه أخد من كلامك يا نادر أن هو مش هنقدر نعيب في النني أنه لعيب في أرسنال ما بيعرفش يباصي. لا هو النني بيعرف يباصي بس هي الفكرة في حاجة. الفكرة أن المدرب مش مديله قدامه زوايا تمرير كويسة يقدر يلعب فيها. نص ملعبنا فيه عشوائية كبيرة مش مخلية اللعيبة تقدر تمرر بشكل كويس. في هجمه مرتده رايح فيها محمد النني وفي قدام اربع لعيبه من مصر متوزعين غلط. الانتشار بتاعنا سيء جدا ولو كنا بنتكلم على الكره الثانيه
فمنتخب نيجيريا لو كان معانا الاحصائيه بتاعت الكرات الثانيه هو متفوق علينا بشكل كبير جدا في الكرات الثانيه، والكرات الثانيه دي الفريق اللي بيتفوق فيها هو الفريق الاكثر انتشار، يعني انتشاره اكثر جوده في الملعب. فنيجيريا كان انتشارها بالظبط. فاحنا عندنا مشكله في فتح زوايا التمرير اصلا للعيب، لعيب زي النني ما ينفعش يبقى نسبه تمريراته حاجه و50% او 60%، ده لعيب في ارسنال، لعيب في الدوري الانجليزي، لازم تستفيد من وجوده في وسط الملعب، لازم يتاح ليه زوايا تمرير بشكل صح. عندنا مشكله واضحه جدا في خطه اللعب. نتمنى ان احنا نشوف تغيير في الشكل اللي حصل وتغيير في الاخطاء اللي كانت موجوده في الملعب. طب فرق ارقام زيزو مثلا في ماتش امبارح، لان زيزو كان نقطه تحول شويه نوعا ما في اداء منتخب مصر، الاداء الخاص بالجماعه كلها او بالمجموعه كلها، فزيزو كان مهم. بتشوف ارقامه ازاي زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه؟ يمكن كان هو من افضل اللعيبه اللي لعبت، قدر يصنع فرصتين، وكان الغريب بالنسبه لي ان هو رغم صناعته للفرصتين هو خرج مصطفى محمد لما نزل زيزو، ما حدش فهمها يعني. انت بعديها كان في عرضيتين جوه المنطقه ملعوبين بشكل كويس جدا، لكن ما كانش فيه راس حربه فالعرضيتين راحوا عليه. هو اللعب بدماغه زي مصطفى محمد. كانت غريبه جدا، صوب تصويبه واحده على المرمى، تمريراته الصحيحه نسبه 65%، عمل تمريرات بينيه، تمرينتين منهم تمريره ودت محمد صلاح وجها لوجه مع حارس، لكن كانش فيه توفيق شويه من محمد صلاح في نهايه الهجمه. المراوغات مراوغه واحده خطا واربع مراوغات صحيحه. فكان من اللعيبه اللي تالقوا في المباراه، واعتقد ان هو لازم يبدا بقى، والا هيبقى في تاليفه جديده لو زيزو ما بداش المباراه اللي جايه. واحنا اتعودنا على كده بقى، اتعودنا ان يبقى في تاليف جديد يعني. اتعودنا احمد رفعت بينزل ضد الاردن بيجيب هدف وبيصنع هدف وبعد كده ما بيلعبش يعني، بيعاقبه كفايه اللعب ان هو يقعد بديل بيريح. فهنشوف المباراه اللي جايه ونتمنى ان هو ما يقلبش، ونتمنى ان هو يلعب طيب. بالحديث برضو وانا معايا احصائيات لمباريات مختلفه في بطوله الامم الافريقيه، وهاخد منكم تعقيب على مستوى البطوله حتى الان بس في النهايه يعني، لكن بالتحديد وانا بتكلم على مباراه مصر ونيجيريا، هل نيجيريا هي اللي كانت حلوه قوي ولا احنا اللي كنا وحشين قوي يا نادر؟ منتخب نيجيريا انا متوقعش ان هو يظهر بالمظهر ده قدامنا. يعني عارف يا امير، اول ما احنا تاهلنا تصفيات كاس العالم كنا معظم الناس كانت بتتكلم ان احنا يا ريت نقابل نيجيريا او تونس، اكيد مش زي السنغال، مش زي الجزائر، تمام، زي المغرب، زي المغرب. الجزائر، نيجيريا وتونس هم اخر ماتشين انت لعبهم، تونس في البطوله العربيه خسرت منها وخسرت منها، وجيت لعبت نيجيريا وخسرت منها. قد يكون ان في البطوله العربيه ممكن ما نتكلمش كتير عن الشكل عشان الفريق، بس انت لعبت قدام نيجيريا بالفول سكواد بتاعك، بالسكواد اللي انت ممكن تلعب بيه في شهر 3 في المباراه الفاصله اللي هتاهلك لكاس العالم. منتخب نيجيريا بقى ما لعبش بالفول سكواد بتاعه، رغم اللي عمله ده ما لعبش بالفول سكواد بتاعه. ناقص اوسيمين وناقص دينيس اوسيمين، هداف واتفورد، احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي، والخناقه كلها كانت عليه طبعا. تعال نشوف ايهاناتشو اللي هو جاب فيك الجول واللي خد احسن لاعب في الماتش، لاعب ليستر، ثالث مهاجم في ليستر سيتي بعد هطلع احتياط فاردي وبعد اللاعب الزامبي ده، جاله كمان من هدافين البطوله 2019 اودين وجال مهاجم الشباب السعودي مش موجود في البطوله بالظبط. فاحنا بنتكلم مش بنتكلم فلوس سكواد بقى بتاع نيجيريا، بس الفكره كلها انك انت سلمت نفسك، انت دخلت الماتش سلمت نفسك لمدرب نيجيريا. وخد بالك كمان ده المدرب نفسه مؤقت، يعني مدرب نيجيريا مش هو روهر، والمدرب بتاعهم هيكون خوسيه فاسيرو. احنا خيال نيجيريا، احنا لسه ما لعبناش نيجيريا، يعني انت بتتكلم فعلا والله منتخب نيجيريا نفسه يعني انا ما حسيتش ان انا اقدر احكم عليه، اللي هو ايه يا عم طب هروح بهجمه واحس من خلالها ان انا المدافعين دول وحشين. انا ما جربتش على الحارس، هل تفتكر الحارس حارس المرمى بتاعهم حلو ولا وحش؟ ده ما تقدرش تحكم، ما تقدرش تقيم بالظبط، انا مش قادر اقيم ده. هنشوف نيجيريا مثلا الماتش اللي جاي، وبرده الماتشين اللي جايين في المتناول سهلين بالنسبه لنيجيريا يعني، بس انا مش عايزين نبالغ قوي في منتخب نيجيريا ده. وفعلا انا لسه عند رايي ان احنا لو لعبنا منتخب نيجيريا في التصفيات المؤهله لكاس العالم هو المنتخب الـ 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 هو كيروش قالها، قال بعد في المؤتمر وكانه يعني كسب 3-4 يعني، قال انا اتمنى اقابل منتخب نيجيريا في بأماره ايه. طيب مش عارف بأماره ايه يعني. خليني اقول لك على جزئيه مهمه جدا يا فاروق، وانت اكيد يعني مدرك حاجه زي كده، انت ما تلعب تونس وتخسر منها ها فهي بتركبك نفسيا، بتلعب نيجيريا وتخسر منها فبرضه بيركبوك نفسيا. وانت هتقابل الجانب النفسي ده بيبقى مهم قوي، حتى في لعبه الكره في الملعب او الكره في الماتش بالزبط. لما الخصم اللي قدامك تقدر تعدي منه او تعمل حاجه كويسه او مهاره معينه بتاع بيقلق منك، فنفسيا انت بتبقى اعلى وهو الدنيا ده اللي انا بتكلم فيه يا امير معاك في حته ان انا
شخصيتي لازم افرضها في المباراه. ما ينفعش ان انا ارجع ادافع ضد منتخب نيجيريا. لو شفنا ايام الثلاثيه الشهيره مع كابتن حسن شحاته احنا كنا بنقابل منتخبات قويه جدا بس كانت بتنزل مهزومه قصادك. الكاميرون بعنفوانها وقوتها كانت بتخسر 4 قصادك. ليه؟ لان انت خلاص انت بقت معروف في القاره ان انت المنتخب اللي بتستحوذ على الكوره وانا هنزل قدامك هدافع مش هبغتك في الهجوم ومعايا لعيبه عندها شخصيه في الملعب بخش التحم معاك اخد كل كوره باين عليا الاجريسيف باين عليا ان انا عايز الفوز. لكن ده احنا ما شفناهوش في المباراه. هل دي شخصيه نابعه من الاجهزه الفنيه اللي مرت علينا اللي تعاقبت علينا؟ ابرزها هيكتور كوبر اللي كان الوحيد اللي اتعامل صح معاه. ماشي بس احنا مع مدير فني جديد، هل اللعيبه نفسها هي اللي متاثره بفكر كوبر مثلا؟ ما هو المدير الفني الجديد ولا ده شغل المدير الفني؟ انت تعاقدت مع مدير فني جديد، لو شفناه مع منتخب ايران او المنتخبات اللي ضربها قبل كده هو بيتبع نفس اسلوب هيكتور كوبر او اسلوب قريب منه. انا بسيب الكوره وبلعب على اللعب المرتد. فانت تعاقدك مع المدرب، هل انت درسته كويس؟ هل درست طريقه لعبه كويس؟ هل هو المدرب ده طريقه لعبه هي طريقه اللعب اللي شبه طريقه اللعب اللي انت عايز تطبقها في منتخب مصر؟ طبعا لا. لا انا درست بس حط له شرط جزائي قد كده. شرط جزائي ما اقدرش امشيه في اي وقت وذاكرته لحد شهر مارس انا ما اقدرش امشيه. اللي هو يعني ايه انت معانا طب انا همشيك بقى وادفع لك بقى قد كده سنه ونص شرط جزائي، حاجه غريبه جدا. طب هل نقطه الشرط الجزائي دي ما توحيش ليك او توحي للراجل ان هو جاي عشان المباراتين دول بس؟ لا ده اكيد انا حاطط شرط جزائي لحد شهر مارس. طب ده انا جاي عشان شهر مارس انا جاي عشان مباراتين. الافجع من كده ان يتم الاعلان عنه. يعني انا الكلام ده ممكن اقوله في وقت بس مش دلوقتي. يعني انت بتشوف ان تصريح عضو اتحاد الكره ما كانش المفروض يتقال. مش موافق. انا عمري ما شفتها في, في 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 يعني انا متابع كوره بقالي سنين. عمري ما شفتها في العالم ان عضو من اتحاد الكره اللي احنا اصلا ما بنعرفش اساميهم من كتر لان الناس ما بتتكلمش لان ده مش دورهم بره. اتكلم وقال ان الشرط الجزائي في عقد المدير الفني اللي عندي كذا. احنا لقيناه كذا. يعني احنا لقيناه كذا بالظبط يعني مش بتاعتنا يعني. وفي نفس الوقت تلاقي الناحيه الثانيه رد من وزاره الرياضه ان احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع. يا جماعه طب ما احنا طب انت ليه من الاول اصلا علمت عن ده؟ او انت ليه قلت ده؟ انا ما سمعتش الحقيقه الكلام، طبعا شفت تصريحات بس وما اعرفش السياق كان ماشي ازاي، بس انا بتكلم بناء على اللي انا قريته. انا شايف، انا شخصيا يعني شايف ان لا ما كانش اتفقنا واختلفنا على قيمه الشرط الجزائي او بغض النظر عن قيمه الشرط الجزائي، التوقيت بس اللي هو ما كانش ينفع تقول كده. ما ينفعش دلوقتي. معاك بس معاك. طيب خلينا نتكلم بقى ونحاول نكون متفائلين شويه في الفتره اللي جايه. ماتش غينيا بيساو يوم السبت باذن الله 1-1. عندك واحد زي تريزيجيه لعيب عالمي، لعيب كبير جدا، بس انت استخدمته في توقيت غلط بمساحه غلط في مكان غلط، كل حاجه غلط. انت اثرت على نفسيه تريزيجيه زي ما اثرت على نفسيه المنتخب كله وبقى عنده احباط. وده برضو معادله تانية او دي معادله تانية هتحاول تشتغل عليها ان انت ازاي تهيئ اللعيبه نفسيا للي باقي من البطوله. تمام. فانت ازاي بتفكر مثلا يا فاروق ان تريزيجيه يكون ليه دور مع المنتخب؟ هل يبتدي بيه الماتش الجاي ولا مع عوده السوليه واهميه تواجد السوليه في الملعب ممكن يكون تريزيجيه ورقه بالنسبه لك تقدر تستخدمها في مكانها عشان يديك الاضافه اللي انت مستنيها؟ انا شايف انه هل عمر مرموش تجربه جديده، هو لاعب واعد ولاعب كويس وكل حاجه، بس هل هو احتك باللعيبه الافارقه او ليه خبرات مع الماتشات الكبيره اللي زي دي؟ ملوش خبرات. فانا اديله الخبرات دي جزء فجزء، ما ينفعش ان انا انزله لعيب اساسي واعتمد عليه وارمي عليه المسؤوليه بشكل كبير. فانا في رايي ان عمر مرموش يبقى ليه جزء في الشوط الثاني. مين يكون مكان عمر؟ تريزيجيه طبعا. يرجع مركزه ثاني لانه خلاص لعيب. طب النقطه اللي بيتكلم فيها المصريين كلهم دلوقتي يقول لك ان تريزيجيه بقى له 8 شهور ما بيلعبش كوره، ولو اخر مره لعب مع استون فيلا نزل 10 دقائق، فمش واخد حساسيه الماتشات. حتى الناس امبارح لاحظت ان في حته كده الله اعلم يعني كانت حقيقيه ولا لا، لما الكاميرا جت عليه تحس ان في كرشه نفس. نتفرج عليه قدام غينيا في مركزه. لما تيجي تلعب كده بعد فتره تحس انت مش قادر تاخد نفس. هقول لك يا امير، انت لو لاحظت تريزيجيه في بدايه المباراه كان بيتحرك بشكل دائري كده غريب جدا في نص الملعب، ضيع مجهود كبير. الراجل احنا يا جماعه معانا لعيب كبير جدا طبعاً. احنا اللي هنوظفينه غلط، نحطه في مركزه في ماتش غينيا ونشوف هل تريزيجيه فعلا مش في فورمته ولا لا، لان احنا ما نعرفش نقول تريزيجيه في فورمته او لا. احنا يعني ولا مصطفى محمد هل هو في فورمته ولا لا، ولا صلاح ولا صلاح. الاثنين اللي نقدر نقول ان هم في فورمتهم الشناوي وزيزو طبعا، فيما عدا ذلك انت مش قادر تقيم حد. ففي ماتش غينيا لاعب اللعيبه في مراكزها الاساسيه، تريزيجيه في مركزه وصل كاس عالم مع محمد صلاح وعمرو السوليه هيرجع خلاص، يبقى هو الثالث مع النني في وسط الملعب ومعاهم حمدي فتحي اللي اتمنى يكون موجود في المباراه دي، لان احنا ما نقيسش مباراه نيجيريا ونحكم على لعيب من اي لعيب موجود من ال11
على مباراه نيجيريا، لان الظروف كلها والمناخ بتاع المباراه ما كانش بياخد من ما كانش بيخلي اللعيب يدي اي حاجه عنده. حمدي فتحي انا شفته من نجوم المباراه، رغم ان هو كان ليه اخطاء بس كان من نجوم المباراه وقدر يعمل كذا تغطيه كويسه جدا في مركزه، لكن هو لقى لعيبه الوسط اللي حواليه مش مساعدينه في التغطيات في التمرير، فده ما نقدرش نحكم على حمدي فتحي. فاتمنى ما يكونش في اي تاليف، يبقى حمدي فتحي معاه النني معاه السوليه وقدام تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد راس حربه، دي التشكيله المعروفه لو انت هتلعب 4 3 3 لو مصمم على طريقه اللعب بالظبط. طيب نادر، هو عيب ان انا العب بليبرو؟ لا طبعا، يعني هي طريقه ناس كتير الناس بتقول اتلغت، بس لا. هي معانا احنا، لا جبنا بيها ثلاث بطولات افريقيا ورا بعض، جبنا بيها ثلاث بطولات ومؤخرا بدات تظهر في اوروبا، ابتدت تظهر تاني بدليل مثلا نفسها. حمدي في اوروبا بالظبط، داري حمدي فتحي مثلا مع الاهلي بيجيبها بشكل ممتاز، هاني سعيد في عزه، ابراهيم سعيد في عزه، وائل قباني في عزه، وعماد النحاس في عزه، فعندك اسماء كبيره جدا. هل عيب ان احنا نرجع نلعب بثلاثه ورا؟ لا ما اعتقدش. لا بص، امير فاروق قال حاجه في الاول، قال لك مين في مصر بيلعب ب 4 3 3 عشان هو يلعب مفيش. حلو، تعالى نرجع كده لمنتخب المانيا في كاس العالم 2014 لما بيب جوارديولا كان مدرب لبايرن ميونخ. جوارديولا كان بيلعب فيليب لام اللي هو حياته كلها باك رايت، لعبه في وسط الملعب بالظبط. قام جاي واكيم لوف عامل ايه في البطوله دي؟ لعبه في وسط الملعب. ليه؟ انا ببص الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في اللعيبه دي بتلعب ازاي وفي اماكنها ماشيه ازاي وبتتالق في المكان ده ولا لا، بغض النظر هو ساعتها نجح في ده او لا، بس احنا بنتكلم ان انا بقيس على اللاعب اللي بيلعب قبل ما يجي التجمع بتاع منتخب بلاده، بيلعب مثلا شهرين او ثلاث شهور بسيستم لعب معين وفي مكانه وفي مركز طبعًا معين. طبعا الكلام ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ان حمدي فتحي اخد من كلامك ومن كلام فاروق ان حمدي فتحي لو لعب في مكانه اللي تالق فيه السنه دي مع الاهلي واستعاد مستواه، ان احنا لو جينا شفنا حمدي فتحي الموسم اللي فات في اخر الموسم كان شويه بعيد عن مستواه، كان لسه راجع من الاصابه اللي كانت مع المنتخب وكلام من ده، كان فتره هبوط وصعود في اداء اي لاعب في العالم. فحمدي السنه دي استعاد مستواه لانه لعب في مكان فعلا بيتسو موسيماني اختار المكان الانسب ليه علشان يستغل الثلاثه بتوع نص الملعب. حاجه تحسب طبعا لبيتسو، حاجه تحسب للمدرب، محقق نجاحات كبيره جدا باسلوب لعب معين، ولقى ان هو ممكن يبقى محفوظ بشكل ما او يبقى او الامكانيات اللي معاه تساعده ان هو يلعب بخطه ثانيه، فانا هغير اسلوب لعب من بدايه الموسم عشان اقدر الاعب حمدي فتحي مع السوليه مع ديانج الثلاثه بتشكيله واحده، استغل الثلاثه دول. هو ده المدرب اللي عنده مرونه، هو ده المدرب اللي بيقدر يغير. انا محتاج مدرب كبير، خلاص انا محتاج المرونه دي، ما شفتهاش مع كيروش بصراحه. يعني ما شفتهاش دي، حاجه في الحقيقه غريبه جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. طيب فاروق، بتشوف ايه المطلوب من المنتخب في بدايه ماتش غينيا بيساو؟ ايه المطلوب في المباراه؟ المفروض نعمل ايه بعد الالم اللي خدناه امبارح؟ ها المفروض نعمل ايه في الماتش الجاي؟ لازم اغير الصوره قدام العالم كله، قدام جماهير اللي بتتفرج عليا، لازم انزل المباراه بضغط مكثف جدا هجومي بشكل كبير، لازم اظهر قدراتي الفنيه، لازم اعتمد على محمد صلاح بشكل افضل من كده، ما ينفعش يبقى عندي افضل لعيب في العالم وما استفدش منه، فلازم نغير الشكل ونغير الصوره، لازم يبقى في تنظيم في التحرك، ما ينفعش يبقى ده صوره مدرب موجود بقاله كذا شهر او دي فرقه لعبت بطوله كامله كتجربه، فالشخصيه مهم جدا تظهر، خصوصا عندي فرصه كويسه جدا قدام منتخبين شفناهم في المباراه اللي لعبوها مع بعض اقل بكتير جدا من المنتخب المصري، فانا لازم من البدايه اظهر شخصيتي، من البدايه اقدر اسجل، عشان الماتشات دي لو ما قدرتش اسجل فيها في وقت مبكر هتصعب جدا عليك. عارف اللي ضايق يا فاروق؟ ان احنا عندنا لعيبه جامده والله، عندنا منتخب مميز، يعني ما تقول يعني مثلا ممكن لو حد يقول لك امكانياتنا كده احنا يعني مش قد كده الكلام من ده، لا انت عندك منتخب محترم، عناصر محترمه، منتخب يقدم على الاقل افضل من اللي هو قدمه طبعا، على الاقل خالص افضل من ان انت ما تقدمش اي حاجه. طيب نادر، عايز اخد برضو منك رساله، او ايه اللي مطلوب من جماهير الكره المصريه بعد ما اتصدموا امبارح؟ حابب تقول لهم ايه وازاي يقدروا يتفائلوا بالمنتخب خلال المرحله الجايه؟ اقول الكلام اللي الطبيعي، لازم كلنا نكون متمسكين بان احنا عندنا فرصه، ان احنا لسه عندنا فرصه ان احنا نتاهل، ما نعرفش نيجيريا ممكن ايه اللي يحصل معاها في الماتشين اللي جايين، بس شئنا ما بين هم يتاهلوا اول اكيد يعني. لازم نعدل من الطريقه، مش هزيد على كلام فاروق في حاجه، ان احنا لازم نغير من شكلنا، لازم يكون عندنا شخصيه، لازم اكون انا نازل الماتش انا عندي شخصيه، انا منتخب مصر بطل التاريخ صح، انا نازل بلغه الكوره هدوس في الملعب، انا نازل اكسب بواحد واثنين وثلاثه ومش هكتفي بكده، وان انا لازم اتاهل، دي الرساله، واتمنى ان احنا خلاص يعني هي صفحه واتقفلت، صفحه ماتش نيجيريا،
نتمنى ان كلنا نطلع ما بنفهمش وكيريش هو اللي بيفهم ويثبت وجهه نظره. لا 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 عايز لا يفهم لا بس مش بنفس الطريقه. اه والله بجد بس هو بياخد قرارات غلط. انا بقول لك يعني نتمنى ان احنا للناس كلها. انا بقول لك نتمنى ان في الماتش اللي جاي نطلع نقول له لا يا عم انت عندك حق وهتعمل اللي انت عايزه بس نكسب. ونتمنى برضو نتحمل مسؤوليه مشوارنا في البطوله. احنا ضحينا بالمركز الاول، ضحينا بالمركز السهل اللي هيديك مشوار سهل لحد النهائي. انت دلوقتي مشوارك هيبقى صعب لان انت مش منتظر ان نيجيريا تخسر او تتعادل ضد غيني، فلازم تتحمل مسؤوليه المشوار اللي انت حطيت نفسك فيه في البطوله. بالظبط والله احنا قدها، يعني احنا قدها ونقدر لو اشتغلنا صح وحطينا اللعيبه في مكانها وقدرنا ان احنا نفكر شويه كمدير فني وكلام من ده نقدر نوصل للنهائي كمان مش بعيد يعني. نادر انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بتواجدك معانا. بشكرك شكرا جزيلا. سعيد جدا كنت معاك النهارده. احنا اسعد. فاروق بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير، انا سعيد ان انا معاك. انا اسعد بشكركم شكرا جزيلا. كان ضيوفنا النهارده في الفقره الحواريه الهامه جدا فاروق عصام محلل الكره العالميه، وايضا نادر شبانه محلل الكره العالميه، اتكلمنا بشكل مفصل عن منتخبنا بالامس وايه المطلوب خلال المرحله اللي جايه. ان شاء الله خلينا نتفائل خير، خلينا لما ننتقد ننتقد عشان نحاول نساعد المنتخب في انه يظهر بالشكل الافضل، وعندنا ثقه في اللعيبه. الثقه اتهزت شويه بصراحه في كيروش، لكن ان شاء الله باذن الله يفوق شويه كده ويقدر يعدل الامور ونلاقي المنتخب بشكل مغاير تماما بدايه من مباراه غينيا بيساو يوم السبت القادم. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج السادسة، استنونا في حلقات أخرى جديدة من برامج قناة النادي الأهلي. إلى اللقاء.